هو مركز ثقافي يجمع كل المواهب. أنا كفنان وغير الفنانين اللي هم الرسامين. راح مركز سرد، هذه أول رابع زيارة لي لمركز سرد، من أفضل المراكز اللي زرتها. مركز سرد الثقافي مركز جميل يحمل فطرية الإبداع، يعني في كل المجالات، الرسم، الفنون، الموسيقى، فهو حوى كل فن يعني. وحاضن أنا أشوف للمواهب أو تطوير المواهب، يعني حنا كشباب جينا نسوي ليالي موسيقية يعني، فحصلنا الدعم اللي حنا نحتاجه. للأمانة مركز سرد الثقافي من المراكز الجميلة جدا، مركز جدا متكامل من ضمن الآلات ما شاء الله تبارك الله، جميع الآلات، جميع الرسوم، وما شاء الله تقام فيه حفلات، تقام فيه أمسيات، فجدا جميل وراقي، وأنصح إن شاء الله بزيارته يعني. والله أنا هذه أول زيارة لي، وصراحة كل شيء شفته ممتاز يعطيكم العافية على المشاهدة. كان معكم أحمد وفيصل في مركز سرد الثقافي. شكرا لكم.